ان شاء الله هكمل معاكم الامبريولوجي لغايه اخر السنه. انا كتبتها على الفيس في ناس سايت بتاعي. نعم؟ ده من كام يوم مش امبارح. لا لا انا كتبتها حوالي مش عارف الاربعاء الخميس حاجه زي كده. المهم ان انا هبقى معاكم يوم الاحد والخميس، ويوم الاثنين والثلاث هيبقى ابدون. هم نفسهم دول رشا وترامب. كل الدكاترة كويسين صدقوني، ومش عايز أقول لكم أي دكتور بينزل محاضرة بيعمل مجهود قد إيه علشان يقول لكم المحاضرة في صورة مبسطة توصلوا. دكتور طب ما ينفعش ناخد حد من الصراحة هم اللي طلبوا، هم اللي طلبوا بظروف خاصة بيهم. ما كانوش عايزين الخميس، معلش. معلش نيجي الساعة 9 نحضر المحاضرة ومش عارف. المهم النهارده هنتكلم على ايه؟ يلا بقى نركز مع بعض عشان نفهم موضوع النهارده يا جماعه. خلاص نوقف كلام. النهارده موضوعنا عن حاجه اسمها فارينجيال ارشز، المنطقه اللور بارت اوف ذا فيس او اللور بارت اوف ذا هيد، والنيك ليهم طريقه في الديفلوبمنت مخصصه شويه، خاصه شويه. ازاي؟ يقول نرجع بالذاكرة شوية لسنة أولى إذا كنا فاكرين. بيبقى عندنا حاجة اسمها امبريونيك ديسك، كان عندنا حاجة اسمها إيه؟ امبريونيك ديسك. الامبريونيك ديسك ده كان الأول طبقتين. طبقة من فوق اسمها إكتوديرم، وطبقة اسمها إندوديرم، وطبقة في الوسط هتزيد اسمها إيه؟ ميزوديرم. إيه المشكلة؟ مش ماشيين زي بعض؟ مين سامع؟ لا ممكن نعمل حاجه، نعمل مراجعه للكارديو فاسكولار لو في مشكله نعملها، بس مش هقدر ان انا ابقى متاخر في المدرج، لان هو دلوقتي هم خلصوا حاجه في خلال اسبوع، في مدرجات اخرى عملت حاجه تانية. حلو خالص. ما هو دلوقتي الوضع هيكون ايه؟ لو انا عملت كارديو فاسكولار تاني، المدرج ده خلص كارديو فاسكولار في الوقت اللي انت كنت بتعمله في فارينجيال ارشز في المدرج التاني. ده معناها ايه؟ معناها ان هيبقى متاخرين. بعد شويه لما يسال المدرج ده فين؟ هيقول لك ده لسه في كارديو فاسكولار. يبقى ده المدرج ده متاخر. لا انا اقدر اعمل ايه؟ اقول يا جماعه اللي حضروا الفارينجيال ارشز يقدر يستاذن، اوكي؟ وهنمشي النهارده فارينجيال ارشز، نفضل ماشيين بالترتيب واحده واحده، في الاخر اذا كنتوا لسه عايزين كارد باسكولار نعمله في الاخر، بحيث ان انا ابقى في الاخر بقول يا جماعه انا بعيد لهم. ما اقدرش في الاول اعيد لهم، فاهميني؟ لان هيقول لك انت هتقضيها مراجعه. نعم؟ يعني ما نسبقش الاحداث، ممكن اكون الريت بتاعي سريع وتلاقيني خلصت قبل الاخرين وعملنا الكارد فاست وخلصنا معاهم. هنعمل محاضرات اضافيه لما نحتاج لها. اوكي؟ اللي يا جماعه حد الفرنجال ارشز ده ابتدي يمشي. النهارده انا هقول فرنجال ارشز لان المدرج ده اخد قبل كده، انا فاهم صح مش كده؟ المدرج ده اخد كارديو فاسكولار قبل كده. لان هو بلغوني هم واصلين لغايه فين. انا ممكن اقول كارديو فاسكولار النهارده، بس مش منطقي ابدا ان بعد اسبوعين بيسالوا هم كل اسبوع انتوا فين؟ اقول لهم انا في الكارديو فاسكولار. الله ايه هو الكارديو فاسكولار ده؟ ما بيخلص؟ المفروض خلص الخميس اللي فات. تمام؟ فلما خليه في الاخر ابقى انا بعيده من نفسي. انا بعمل له عادي. لا مش هنلحق الفيس. النهارده فارينجال ابريتس ارشز كليف باوتشز، مش هنلحق الفيس النهارده يا جماعه. عشان اللي عايز فيس وقاعد مستني الفيس، لا برضه. مش هنلحق الفيس النهارده. المدرب ده اخد كارديو فاسكولار. ان شاء الله. لو في طلب عام حتى لو مفيش وقت نعمل محاضرة إضافية.
اوكي يلا يا جماعه اللي عايز يقوم اتفضل. انا كنت فاكر ان كل المدرجات اشتغلوا كارد غصب عشان يتبلغوا او يعملوا كارد. الدعم لسه ما اديناش الدعم. الدعم لما نلاقي ان في احتياجين يعني انت شغالين قبل في احتياجين. طيب اتكلم عن طريقه من هو سعيد هو الدعم ده ولا شو طيب؟ من اول اللي قدمنا جول انا اديتها اللي قدمنا جول قبل الاجازه. سوري افتكرت من اول قبل. انت قصدك من الاول دلوقتي يعني قريب عشان نلحق. طيب هنشوف الكلام ده اشوف دكتور ايهاب عشان يساعدني فيه علشان وقتي ما يسمحش ادي دعم لسنه اولى ودعم لسنه ثانيه طول الاسبوع غير المحاضرات ولا فدي هتبقى تو ماتش لازم دكتور ايهاب يساعدني. المهم من الحاجات المهمه قوي في الباسكت ما خلاص احنا قلنا الكارديو فاسكولار ده بعد ما خلص الامبريولوجي هنعيده تاني محاضره اثنين ثلاثه زي ما انا عاوز. مفيش وقت نعمله في الدعم. ده هيبان فين؟ في الاواخر. انا فاضل لي قد ايه والوقت المتاح ليا؟ اذا لقيت ان اللي فاضل لي اقل من الوقت خلاص نستفاد بالوقت الرسمي بدل ما نزود دعم نستفاد بالدعم في حاجه ثانيه قبل المصر. اوكي؟ يلا خلاص نهدى دلوقتي اللي قاعدين معايا هم اللي هيحضروا فرنجال ارشز. مش كارديو فاسكولار. مش فيس. لو حد يقول لا اسمع فرنجال ارشز وبعدين فيس لا النهارده مش فيس. الفيس الخميس الجاي. خلاص كله فهم؟ تمام؟ يلا نبدا المحاضره بتاعتنا وافكركم بسنه اولى لما كان الامبريو في بدايه تكوينه كان قرص ديسك كانوا بيسموه امبريونيك ديسك ده في الاسبوع الثاني. في الاسبوع الثالث انضاف الطبقه في الوسط وبقى الامبريونيك ديسك متكون من ثلاث طبقات اكتوديرم اندوديرم ميزوديرم. وبعد كده ابتدى يحصل عمليه اسمها فولدنج. يعني ايه فولدنج؟ ابتدى الامبريونيك ديسك ده بدل ما يبقى قرص مفروض فلات كده ابتدى يلف على نفسه عشان البيبي يبتدي ياخد الشكل السلندري كده. طيب القرص ده لما يلف على نفسه مين هيبقى على الصفحه الخارجي؟ انه طبعا مين من بره؟ اكتوديرم. ومين في القلب؟ الاندوديرم. ومين في الوسط بينهم؟ ميزوديرم. يبقى بعد ما عملنا الاستداره دي ابتدى ان البيبي يبقى اسطواني الشكل ويبقى الطبقه الخارجيه اكتو القلب يبقى اندو وفي الوسط يبقى ميزو. وابتدى الجزء اللي قدامي يعمل الهيد وبعد الهيد في نيك. تمام؟ وكل منطقه سواء هيد او نيك او بوبي بيبقى برضه من بره الاكتو وفي القلب الاندو وفي الوسط ايه؟ الميزو. ده قبل الفولدنج في عمليه تكوين الثلاث طبقات. اللي فوق البلو ده الاكتو ديرم وده من الاندو ديرم ودي خلايا نازله من الاكتو ديرم هي جايه من الاكتو ديرم ونازله عشان تملى الفراغ ما بين الطبقتين وتعمل الطبقه الثالثه اللي اسمها ايه؟ ميزوديرم. الميزوديرم ده ليه اسم اخر في الجنين بعد الفولدنج بيسموه ميزينكاي. فالميزوديرم هو الميزينكاي. والميزينكاي هو الكونكتيف تيشو اوف ذا امبريو. احنا عندنا الكونكتيف تيشو بتاعنا الادلت او البص نيتال افتر بيرث. لا ده في كونكتيف تيشو اللي هو النسيج اللي بيملى الفراغات بين العضلات وبين العظم وبين الجلد. ده اسمه ايه؟ ميزينكاي. هذا الميزينكاي اللي هو الكونكتيف تيشو اوف ذا امبريو يختلف عننا عن الكونكتيف تيشو بتاعنا في انه عنده القدره خلي بالكم انه يكون اي حاجه على حسب المكان اللي واقف فيه ده المفروض يعمل ايه. ممكن يعمل مصر ممكن يعمل بون ممكن يعمل كارتلج ممكن يعمل بلاد فيسل ممكن يعمل جلاند. هذا الميزنكايم ده بلوري بوتنت يعني ايه؟ متعدد القوى ممكن يتحول لاي تيشو على حسب هو مصمم ليه بايه هنا في المكان ده. تمام؟ لكن الاكتوديرم معروف ان هو الاكتوديرم قبل الفولدنج بينزل حاجه اسمها نيورال تيوب ونيورال كريست ودول ليهم دريفيتيفز. وبعيد الاكتوديرم يعمل الابيديرمس اوف ذا سكين. يعمل حاجه اسمها الابيديرمس. والاندوديرم اللي جوه بيعمل الميوكس ممبرين اوف ذا جات اللي هي الانتستين وما نشا عن الجات اللي هو الريسبيراتوري سيستم فوق وجزء من اليورينري بلادر تحت. والجلانز طالعه من الجات، مين الجلانز طالعه من الجات دي؟ هتلاقي ليفر بنكرياس. تمام يا جماعه؟ يبقى دلوقتي احنا عرفنا الاكتوديرم والاندوديرم بيعملوا ايه؟ الميزو بقى اللي في الوسط هيعمل ايه؟ يقول لي انت فين؟ في منطقه النك؟ تعالوا نشوف هيحصل. ده قبل الفولدنج شلنا الاكتوديرم من الامبريونيك ديسك
لقينا الميزوديرم اللي مال المنطقه الوسطانيه ما بين الاكتو والاندو اهو، كل المكان ده اسمه انتر اميونيك ميزوديرم. طبعا بيعمل ستراكشرز كتير قوي، ده حاجه اسمها روتو كورد لو تفتكروا، ده بارايز يعني ميزوديرم بيتقسم لمربعات اسمها سومايتس، ده انترميديت ميزوديرم، وده لاترال بليت. اللاترال بليت هو الوحيد من المجموعه اللي هو الثلاثيه دي اللي يقدر يقابل زميله من قدام ممبرين اسمه باركو فارينجيال ممبرين. وهذا اللاترال بليت ميزوديرم هيبقى هاف يو او هوت شو، بيتكون فيه كافيتي، الكافيتي دي اسمها انترا امبريونيك سيلوم. الانترا امبريونيك سيلوم ده بيتقسم الى المنطقه اللي اسمها بريكارديوم، وهنا فلورا المخطط ده، والباقي بريتونيوم. البريكارديوم بيبقى قدامه سيكتور ترانسفيرسال هيعمل جزء منه ديافرام، ووراء المنطقه اللي انتوا خدتوها الاسبوع اللي فات اللي منكم سمع الكارديو فاسكولار، منطقه اسمها الكارديوجينيك اريا. يبقى الكارديوجينيك اريا اللي بيتكون فيها الهرم موجوده فين؟ يقول لي بتوين باركو فارينجيال ميمبرين والبريكارديوم. ايه دي؟ منطقه بدايه تكوين الهرم في اليوم ال 18. بعد الفولدنج اخذنا سيكشن طولي، اخذنا سيكشن من الراس للمقعده، ادي الراس وادي المقعده، وظهر عندنا الخط الازرق ده الاكتوديرم، والخط الاحمر اللي عمل الضغط من جوه ده الاندوديرم. وايه اللي بين الاكتو والاندو؟ ده قطاع يا جماعه، احنا لو شفنا البيج على بعضه هتشوف الاكتو بس من بره، لكن عايز اتفرج عليه من جوه كمان اخد سيكشن من راسه للمقعده، الاقي من بره جوه ايه؟ اكتو اندو، يبقى من هنا ايه حاجه اسمها ايه؟ ميزو. يقول لي الجت اللي هي تعمل الانتستين وبعد كده يطلع منها من فوق في الاور بارت الريسبيراتوري سيستم، هناخده بعد كده ازاي؟ ومن تحت المنطقه دي تعمل يورينري بلادر، هنعرف ازاي؟ المهم ان الجت دي بتتقسم لايه يا دكاتره؟ فور جت، ميد جت، هايند جت. الفور جت في المنطقه الاماميه من البين، في المنطقه اللي اتعمل فيها الهيد فولد. فاكرين فولدنج؟ كان الامبريونيك ديسك بينتني كده يعمل هيد فولد، ومن ورا تيل فولد، من الجناب لاترال فولد، مش مهم نفتكره دلوقتي، مش مهم. المهم المنطقه الاماميه لما ابتدت يسموها هيد فولد، الجت اللي اتكون جوه الهيد فولد اسمه ايه؟ فور جت. والهيد فولد بعد كده ده هيكبر لقدام ويعمل راس. وايه اللي يكبر له قدام؟ البرين. البرين بيكبر ويكبر المنطقه دي ويعمل الهيد. المنطقه الاماميه من الفور جت اسمها الفارنكس. اسمها ايه؟ فارنكس. يبقى الجزء الامامي ده اسمه الفارنكس. حد يعرف يقول لي ايه ده؟ هو ده. بعد الفولدنج الباكو فارنجيال ميمبرين هيبقى موجود بين الاورال كافيتي وبين الفارنكس وراه، عشان كده سموه كده باعتبار ما سيكون. ليه سموا ده باكو فارنجيال ميمبرين؟ لانه بعد الفولدنج هيبقى بين منطقه هتعمل الاورال كافيتي، هنعرف يوم الخميس ازاي الكلام ده، وبين منطقه وراها اسمها ايه؟ الفارنكس. يبقى الكرينيال بارت اوف ذا فور جت اسمها فارنكس. كرينيال بارت اوف ذا فور جت اسمها فارنكس. معايا يا جماعه؟ والفارنكس مفصول على المنطقه دي اللي هتعمل اورال كافيتي بمبرين، اسمه ايه الممبرين ده؟ باركو فارنجيال ممبرين. تعرف منطقه الفارنكس دي؟ هنلاقيها هنا في منطقه اللور بارت اوف ذا هيد والنك. المنطقه اللي اسمها الفارنكس. انتوا عارفين هتعرفوا بس. انتوا هتعرفوا ان الفارنكس ده عرفته في الهيد والنك، الفارنكس ده موجود ورا النيزل كافيتي ورا الاورا كافيتي ورا اللاركس وبعد كده بيكمل الاسوفكس اللي هو بدايه الجت. معايا؟ طيب الفارنكس ده اللي موجود في منطقه الرقبه زيه زي اي منطقه في جسم البيت. الفارنكس ده اندوديرم حواليه ايه؟ ميزوديرم حواليه ايه؟ اكتوديرم. الرقبه اسطوانيه، الرقبه والهيد اسطوانيه، من جوه في انبوبه اسمها جت، الجزء الامامي منها اسمه الفارنكس، حوالين الفارنكس ده في ميزوديرم طبعا، وحواليهم من بره في ايه؟ اكتوديرم. تعالوا نشوف ايه اللي حصل ديورينج فولدنج مش بعد الفولدنج. عمليه الفولدنج في الاسبوع الرابع، ديورينج الفولدنج هو بيحصل ابتدى يحصل حدث مهم جدا في منطقه اللور بارت اوف هيد اند نيك على جانبي الفارنكس. على جانبي الفارنكس في ايه؟ في الخلايا ميزوديرم اللي احنا سميناها ميزينكاين، وقلنا ان الميزينكاين ده هو الكونكتيف تيشو اوف ذا امبريو اللي ممكن يعمل اي حاجه. طب ايه اللي حصل في الميزوديرم اللي على جانبي الفارنكس؟ يقول لي حصل سيكنينج. سيلندريكال؟ لا، سيكنينج. يعني ايه سيكنينج دي؟ يقول لي الونج سيلندر اسطوانه ابتدى الميزوديرم يزيد، ولما زاد الميزوديرم راح عمل اسطوانه، والاسطوانه دي بقت فيها الميزوديرم يقول لك سيكند
عشان كده بيقول لك ان السيكنينجز دول اللي عددهم ستة بيقول لك دول ميزوديرمال سيكنينج. حصل في كل واحدة ايه؟ في كل مكان من الست اماكن على جانبي الفارنكس الميزوديرم حصل بروليفريشن، مش وان ماس والا كان يبقى كتلة. لو حصل البروليفريشن ده لون 6 لاينز، ست خطوط، كل خط من دول السيلز بتزيد، وبعدين اللي تحتهم لا زي ما هي، وبعدين السيلز زادت، وبعدين السيلز زادت، السيلز زادت، تمام؟ طيب كل سيكنينج من دول شكله سيلندر اسطواني، ادي اول معلومه عرفناها. كل سيلندر من دول يقول لي ارشد او كيرفد. ليه يا دكتور؟ عشان انت جوه اسطوانه، مش هيبقى واقف كده، مش هيبقى طالع من رقبه النبي كده، هيلف مع دوران الرقبه، فتلاقي ان كل قرش من دول كيرفد، علشان كده سموها ارشز. طب ليه فارنجيا؟ لانها على جانبين فارنكس. طب ليه برانكيال؟ سمعت الاسم ده قبل كده؟ كلمه برانكيال لما بصوا على البيبي، وهنشوف صور دلوقتي، لما بصوا على البيبي من بره لقوا ان الاكتوديرم عالي واطي على لونج السكنينجز دول. زي بالظبط لما احط ست اقلام تحت المفرش بتاع السفره الاقي المفرش عامل كده. السيكنينجز دول على الناحيه دي او الناحيه دي، لما بصينا من بره لقينا الاكتوديرم عامل لي اليفيشنز شبه خياشيم بتاعت السمك، جيلز باللاتيني يعني برانكيا، برانكيا يعني خياشيم، فشبهوها كانها سمكه بتتكون شكل البيبي وهو صغير. فقال لك ايه؟ هنسميها برانكيا ارشز. يبقى برانكيا اكوردنج للشيب وفارنجيا اكوردنج تو سايت. فهمتوني معايا؟ تعال احنا في الاسبوع الرابع اللي هو مع الفولدنج، وكمان نكمل في الاسبوع الخامس. ايه اول حدث هيحصل؟ 6 فيرترو دورسال سيكنينج، سيلندريكال ان شيب وكيرفد، عاملين شكل الكيرف، تمام؟ اللي داخل يا جماعه يدخل، واللي بيفكر ينفرش، اللي عايز يدخل ينضم لينا ينضم. وممكن احنا نشفت يا جماعه الدكاتره كده على جنب، الباب ده مقفول فالباب ده اللي مفتوح، ممكن نشفت كده صغير ندي فرصه للناس انها تدخل وتقعد. اول حاجه قلتها يا جماعه ديفينيشن، مين هم الفرنجيا ارشز؟ 6 سيلندريكال سيكنين، فين؟ في الاكتو ولا الاندو ولا الميزو؟ ميزو. فين؟ اون بوث سايدز اوف فارنكس. مين هم الفرنجيا ارشز؟ هم 6 سيلندريكال سيكنين اون بوث سايدز اوف فارنكس. وليه هم كيرفد؟ لان الهيد والنيك سيلندريكال، فاي حاجه تبقى هنا موجوده هتلف مع دوران الرقبه فيبقوا ارشز، ما هماش فيرتيكال وما هماش ستريت، لا هم واخدين شكل ايه؟ شكل القرش. طبعا طبيعي جدا لما ابص من بره هلاقي ان الاكتوديرم على كل قرش من دول اليفيتد، وبين قرش وقرش هيبقى ديبريست في جروف بيسموها كليفتس. اللي انتم شايفينه من بره ده كل جروف بين سيكنينج وسيكنينج من بره اسمه كليفت، والخلايا اللي مبطله كل كليفت بقت درب. طبيعي جدا لو انا جوه الفارنكس وببص من جوه هلاقي نفس المنظر برضه، البطانه بتاعت الفارنكس عاليه وبعدين واطي وبعدين عالي وبعدين واطي، بس البروفز من جوه نسميها باوتشز. يبقى الفارنجيال ارشز دي تسببت في حدوث كليفتس من بره وباوتشز من جوه. فارنجيال ارشز مع الكليفتس مع الباوتشز اسمها فارنجيال اباريتس. ما هو الفارنجيال اباريتس؟ ان انا اتكلم على كل حاجه. الارشز هتعمل ايه؟ ديفلوب انتوا ايه الميزوديرم ده هيعمل لي ايه؟ والكليفتس من بره هيتكون فيها ايه؟ والباوتشز من جوه هيتكون فيها. تعالوا ناخد صوره جديده ونشوف. ادي اللي هو المقدمه اللي انا قلتها، 6 ميزوديرمال سيكنينج من بوث سايدز اوف فارنكس، ميعاد ظهورهم في الاسبوع الرابع والخامس، وما بيظهروش سته مره واحده، لا بيظهر اول ثلاثه وبعدين يكملوا ديفلوبمنت يتحولوا للي هم هيعملوه، وبعدين يظهر الرابع ثم الخامس ثم ديفلوب للي هم هيعملوه. فما بيظهروش سته، ما بتبص على الزرار تلاقي سته ظهرت، تبدا يظهر الاولاني وبعدين يظهر الثاني والثالث والاولاني كامل ديفلوبمنت. اوكي؟ فنتوقع ان الثلاثه التحتانيين يظهروا في الاسبوع الخامس. يعني الاسبوع الثاني من بدايه العمليه دي تكوين القرش. شكلهم انهم مضغطين من بره بإكتو، مضغطين من جوه بإندو، وسيبريتد من بره بكليفز، وسيبريتد من جوه بايه؟ بحاجه اسمها باوتشز، وهنشوف العدد بتاعهم اربعه كليفز، لكن الباوتشز ايه؟ هيبقوا 5. بصوا المنظر ايه؟
صورة حقيقية ودي تاني قرش ودي راس النيل ودي المنطقة اللي هتبقى الأورال كابتي والنزل كابتي مع بعض، أورال والنزل كابتي مع بعض، وهنعرف المحاضرة الجاية ازاي هنعمل الفيس. بصوا ادي القرش زي كده. اللي هي المنطقة دي. بس ما تقلقوش ان مش موضوعنا النهاردة. الفيس والأورال كابتي والنزل كابتي اللي لسه المحاضرة الجاية. أنا بس هعرف مكانها اللي هي دي. هو تقريبا رسم الصورة دي هنا عشان يوضحها. طبعا انتوا عارفين ده مكان ظهور الأورال ليمب. لسه الأورال ليمب ما ظهرش، ده تيل. لو حد ما يعرفش ان البيبي فيه تيل وبعد كده بينجنريت وده الهارت بيتكون هنا هنا فور برين بلش وده بريكارديال بلش المنطقه اللي بينهم اسمها ستوموديوم ودي اللي هتبقى بعد كده اورال نيزل كافيتي هنعرف ازاي بعد الموضوع اتطور اكتر اهو ادي الفيرست ارش ادي السكند ادي السيرد يا دوبك الفرصه يظهر ادي الفيرست سكند سيرد وادي الفورس ايه هيظهر يبقى بيظهروا بالتدريج من الاول للايه؟ للاخر. ايه بقى حكايه الفيرست ارش ده انه ليه تو بروسيسز؟ يقول لك كل الارشز عندي سيلندرز. سيلندرز. كيرفد. لكن الفيرست ارش نتيجه انه متكون في مكان خاص شويه هيجي الفيرست ارش ده ليه دورسال اند وليه فنترال اند. يبتدي الدورسال اند ينمو للامام. المنطقه دي بالظبط. والفنترال اند بتاع الفيرست ارش ينمو للامام، يعني الاول كان ارش كده. ليه فنترال اند وليه دورسال اند؟ الوحيد فيهم لان ظروف وجوده في مكان خاص شويه هيعمل لور بارت اوف ذا هيد. تلاقي الفنترال اند والفيرست ارش بينمو. والناحيه الثانيه نفس الكلام والابو ضعف. طبعا انا بشاور على مكان صح. هيعمل ايه؟ انتوا شايفين دلوقتي لور ليب لور جو لور ماندبل تمام بالفلور بتاع الورا الكابتن. الدورسال اند بقى هينمو للامام برضه المفروض ينمو لورا لا هينمو للامام برضه يسموا ده الفنترال اند اللي هينمو للامام مانديبولار بروسس ويسموا الدورسال اند ده اللي هينمو برضه للامام ماكسيلاري بروسس الاول هحرق لكم حته المحاضره اللي جايه هحرقها لكم بصوا معايا بيبقى في فور برين بلج في البيبي كده وبريكارديال بلج وبينهم ديبريشن اسمه ايه؟ استوموديوم هذا الاستوموديوم هيعمل النيزل كافتي والاورال كافتي تقول لي ما ينفعش كده ده مش فيس في فيس كده؟ لا لازم اقفل اللي هناك طب اقفل هناك ايه؟ مين اللي موجود معاك هنا في الليفل ده؟ الفيرست ارش طب الفيرست ارش ازاي يقفل لك فيس؟ يقول لك الفنترال اند هينمو للامام يعمل مانديبلر بروسيس والدورسال اند ينمو للامام ويعمل ماكسيلاري بروسيس يبقى الفيرست ارش هو الوحيد اللي هاز تو بروسيسز اسمهم ايه؟ مانديبلر وايه؟ وماكسيلاري تمام بصوا كده ماكسيلاري بروسيس ومانديبلر ايه؟ بروسيس هنا الفيرست ارش مطلع من قدام ماكسيلاري بروسيس وهو ده المانديبولار بروسيس وده هو السكند ارش يعني ده الفيرست الدورسال اند مش واضحه قوي هنا توضح بصوره ثانيه الدورسال اند هينمو كده يا جماعه بصوا النور بصوا النور ماشي ازاي الدورسال اند هينمو للامام ويعمل ماكسيلاري بروسيس والفنترال اند بتاعه يعمل مانديبولار ايه بروسيس ده من المنظر امامي اللي انا وريته لكم كده اللون البلو الفاتح ده الماكسيلاري بروسيس فيرست ارش وده مين؟ المانديبلر طبعا انتوا متخيلين يعني تقريبا ان ده هيبقى فيس ازاي؟ يعني ده النوز هتبقى هنا نازله من الحته دي لا مش عايز احرق المحاضره كلها اللي جايه بصوا هنا يا جماعه واضحه قوي دي صوره حقيقيه فين الفيرست ارش؟ اهو ايه ده؟ برافو عليكم تقدر تفهم بقى دلوقتي ده الماكسيلاري بروسيس وده مين؟ في زيهم من الناحيه الثانيه في زيهم من الناحيه الثانيه فمين هيقفلوا الفيس؟ تمام؟ اوكي. فين السكند ارش؟ اهو. ده المانجزيلاري بروسيس وده المانديبلر ايه؟ بروسيس. دي صورة أمامية، صورة حقيقية. إيه ده؟ مانجزيلاري بروسيس، مين ده؟ طب إيه ده؟ فور برين بلش، شطار أوي لو قلتوا لي إيه ده؟ بريكارديال بلش. طبعا البريكارديوم ده مش هيفضل هنا هينزل صح؟ كل قرش من الستة اللي عندك بيتكون من ايه؟ يقول لي بيتكون من ميزودير اللي هو ايه الميزودير؟ ميزنكايم عرفنا ان ده هو ده وعرفنا كلمة ميزنكايم يعني ايه؟ كونكتيف تيشو اوف ذا امبريو وكل ميزوديرما الماس من اللي حصل لهم سيكننج دول هيعملوا كارتلج وبون ومسلز وكل قرش من الستة ليه بلاد سبلاي ارتري ماشي فيه
طبعا اي حاجه بتتكون عايزه بلاد سبلاي، وليها نرف عشان يهز العضلات اللي هتطلع من القرش. ولو عرفت النرف اللي بيهز كل قرش هتعرف المسلز اللي طالعه من كل قرش. مثلا يعني مثلا لو قلت لك ان الفيرست قرش سبلاي لغايه ترجمنا، والسكند فيشل 5 7، الثيرد جروسو فرنجيه 9 5 7 9، تمام، الرابع والسادس 10، في الخامس ألز واحد فيهم بيريحني بيختفي مش جنريت. اوكي، فالرابع والسادس 10، فرعين من 10، اكسترنال لارنجيال يروح للرابع، ريكارنت لارنجيال يروح للسادس، تقريبا من غير ما اقول انتوا عرفتوا المسلز اللي طالعه من كل قرش. يبقى كل قرش من دول المسبرم بتاعه يعمل لي كارتلج ويعمل بول ويعمل مسلز، وليه نيرف سبلاي بتاعه وليه بلاد سبلاي بتاعه. البلاد سبلاي بتاعه لو انتوا فاكرين في الكارديو فاسكولار، معرفش خدتوا الاورتيك ارشز 6 اورتيك ارشز خدتوهم، كان في 6 اورتيك ارشز يمين وشمال، كل واحد فيهم ماشي جوه ارش من دول، بيعمل ايه؟ بينزيه، وبعد كده كل ارتري فيهم بيبتدي ان هو يتحول لحاجه، يعمل ديفلوبمنت ايه؟ لحاجه. Each arch has arterial supply called aortic arch، يبقى 6 aortic arches اللي رايحين قدام الاورتيك ساك ورايحين ورا للدورسال اورتا. وكل ارش من دول ليه كرانيال نيرفز من اللي انا قلتهم دلوقتي. مين هم الكرانيال نيرفز اللي ريت لكل ارش؟ احنا قلناهم من شويه. بصوا الفيرست ارش، الفيرست ارش اما ايه البروسيس ده؟ ما يكسبش ايه البروسيس ده؟ ايه النيرف ده؟ تراجينا. هو التراجينا بيتقسم لكام فرع؟ اللي هم اوفسايد ده رايح للعين، اهي العين اهي، والماكسيلري برانش رايح للماكسيلري بروسيس، ده تعرف تعمل ايه دلوقتي، والمانديبلر برانش رايح للمانديبلر بروسيس. طب السكند ارش رايح له النيرف نمره كام؟ ما تعرفوش لاتيني شويه، يمكن 7 ده 7 فيشيا، ها، وده السيرف ده مين؟ بروسو فارنجيال، وده الرابع والسادس هيبقى مين؟ 10 اكسترنال لارنجيال وريكارنت لارنجيال، دول فرعين من العاشر اللي هو الفيكس. تعالوا نشوف النيرف زي احنا قلناها، مانديبلر وماكسيلري نيرف دول للفيرست ارش للتو بروسيس، الفيشل للسكند، بروسو للسيرف، سوبيرو لارنجيال للرابع، ريكارنت لارنجيال للسادس. في حاجه بتديفلوبت من الفيرست ارش بتاخد نيرف سبلاي من النيرف بتاع السكند. التانج الانتيرو تو سيرد اوف ذا تانج، لسه ما خدتوش، لا خدتوه مش عارف ليه اتلخبط. الانتيرو تو سيرد اوف ذا تانج يا جماعه سبلاي من ايه؟ لينجوال، ده برانش من مين؟ من المانديبلا تبعه يعني، لان الانتيرو تو سيرد اوف ذا تانج ديفلوب ات ذا ليفل اوف فيرست ارش، فالنيرف سبلاي بتاعه المفروض يبقى تبع مين؟ الترجمنا فعلا لينجوال. لكن في نيرف تاني اسمه كورد تمبراي رايح في نفس المكان ديفلوب من فيرست ارش. اقول لك لما في نيرف يعدي من قرش لقرش بيطلقوا عليه كلمة بري تريماتيك نيرف، بيطلقوا عليه اسم ايه؟ بري تريماتيك نيرف. لما اسألك ايه هو البري تريماتيك نيرف؟ تقول لي ده نيرف فروم نيرف سبلاي اوف وان ارش كروس تو اذر ارش، زي مين؟ يقول لي كوردة تمبراي. كوردة تمبراي ده بيروح يغذي الانتيرو تو سيرتو سيرتو اللي هي ديفلوب من الفيرست ارش زي ما هناخده بعد كده. لكن الكوردة تمبراي ده فرانش من مين يا جماعه؟ من فيشيال، والفيشل ده بتاع انه قرش. يبقى الفيشل نيرف بتاع السكند قرش بعد برانش لحاجه متكونه من الفيرست، سلف برانش لحاجه ديفلوبد من الفيرست، فيسموا البرانش ده اللي ساب مكانه وراح لمكان اخر يطلقوا عليه كلمه ايه؟ بري تريماتيك نيرف. والنيرف الاصلي بتاع كل قرش يسموه بوست تريماتيك. عشان لو حد سالك طب فين البوست؟ هو النيرف الاصلي بتاع القرش. يبقى البوست تريماتيك نيرف بتاع السكند قرش فيشل، بتاع السيرف بروس فرنجيه. طب نديني كده مثال للبريتريماتيك الكورنة تمبرال، ايه حكايته؟ طالع من الفيشيا اللي هو تبع السكند وراح يدي حاجه تبع الفيرست، عدى من قرش لقرش فيسموه بريتريماتيك ايه؟ نيرف. الصوره دي بيقول لك هناخد سيكشن في منطقه الارشز ونتفرج على سيكشن في كل ارش نشوف جواه ايه؟ القطاع. خلي بالكم يا جماعه، ادي الارشز اهي، هروح واخد سيكشن كده واشوف كل قطاع بيتكون من ايه؟ بص معايا السكشن ده، ده الفارنكس. على جانبي الفارنكس هنا في ميزودرمال سيكنينج، وهنا ميزودرمال سيكنينج، وهكذا، تمام؟ عددهم ليه مش 6؟ لان ما بيظهروش مره واحده. ما بيظهروش 6 مره واحده. في اي صوره واقعيه ما بيرسمش الستة كلهم مره واحده. اوكي؟ طب انا دلوقتي رقبتي اهي، واروح قاطع كده،
بس ولا اسمه كورونا سيكشن ده؟ كورونا. الكورونا سيكشن في الفارنس هيبين السايد وول اوف ذا فارنس في التاني. 6 ميزودرمال سيكنينج. طيب كل ميزودرمال سيكنينج بقى بيبقى فيه ايه؟ مدفون فيه ايه؟ بيتكون فيه ايه؟ لازم يكون فيه كارتج، قطر كارتج. والكارتج دي تفضل كارتج يتحول لبون. يتفضل يتحول. تحول ليه كارتج؟ بون. وفي كمان في كل قرش من دول نيرف. لسه قايلين في كرانيال نيرف. كل قرش ليه كرانيال نيرف بتاعه. بتاع اول قرش كان مين اللي معايا؟ تراي جيمنال. بتاع تاني واحد مين؟ فيشيال. تالت واحد مين؟ بلوسو فرنجيال. الرابع والسادس برانشز من فيجاس. الرابع ياخد اكسترنال انجيا والسادس ياخد ريكارنت ايه؟ رنجيا. طب لو في نيرف طالع من نيرف بتاع قرش عدى القرش تاني بنسمي النيرف ده ايه؟ بريتريماتيك. اديني مثال. كورد تمبراي طلع من النيرف اسمه فيشيال تبع السكند ارش وراح يأذي حاجه ديفلوبد منين؟ من فيرست ارش. طب اذا كان ده النيرف ده الكارتنج لونه احمر ده ايه؟ ارتري. مين الارتري اللي في كل ارش؟ ففي السكس اورتيك ارشز كل ارتري من دول ماشي في ارش يغذي الديفلوبمنت بتاعه التحولات اللي بتحصل فيه الحاجات اللي بتتكون منه. من جوه هنلاقي في جروفز سميناها ايه؟ باوتشز. تمام. ومن بره طبعا ده كله هيبقى مبطن من انه ديرم من جوه زي ما انتم عارفين لكن من بره هيبقى اكتو ديرم وهيبقى دي اسمها كليفس. دي اسمها ايه؟ كليفس. اكتو ديرم. ده الفلور اوف فاركس. يقول لي لو انتوا افتكرتوا الصوره بس مش عايز ارجع لها عشان قلت لكم البيبي مهني كده. ففي منطقه الفاركس الجدار الامامي من الفاركس مش كده. كده. فيسموه فلور اوف فاركس. في الفلور اوف فاركس ده في حاجه هتتكون اسمها تانك. الانتيرو تو سايد اوف تانج هيتكون اولموست ذا فيرست ارش. عشان كده بياخد لينجوال نيرف النيرف السبلاي بتاعه الميكوزا بتاعته هتتكون اولموست ذا فيرست ارش. يبقى الكورد التمبرالي اللي راح للانتيرو تو سايد ده جاي منين؟ من القرش اللي بعده. من القرش اللي بعده لان التراجينال ما فيهوش تيست. تيست موجود في النيرف اللي بعده اللي هو فيشل. فنروح لفين؟ نروح للمنطقه اللي محتاجه منها ايه؟ في التيست. ده الفلور فاركس اللي هيتكون فيه تانج. ده قطاع اخر اوضح شويه بيوريني منطقة مجسمة طبعا من جوه ده هيبقى ايه ده من بره ده هيبقى ايه؟ اكتو والاصفر اللي جوه ده ميزو طبعا ده باوتشز في الجدار الفاركس من جوه ودي من بره اسمها ايه؟ كليفس اوكي؟ جوه كل قرش ايه ده؟ ايه البلو ده تفتكر؟ كارتج برافو وايه ده؟ بصوا النرف ده نسميه ايه النرف ده؟ بريتريماتيك ان يجي من قرش يعدي القرش الاخر نسميه بريتريماتيك وده الاورتيك قرش بريتريماتيك نيرف طبعا ده كليفت وده ايه؟ بانش. يا ترى السكس فرنجال ارشز اللي عندنا بتعمل ايه؟ نبتدي من الاولاني. اول فرنجال ارش عندنا يا جماعه كان اسمه الفيرست وكان النيرف سبلاي بتاعه ترايجينا وابتدى من الفيرست ارش الوحيد اللي هيعمل تصرف غريب عن الاخرين ان يبتدي يعمل فورورد جروس من الفنتر الاند بتاعه ومن الدورسال الاند بتاعه الاثنين فورورد الاثنين الامام سمينا من الفنتر الاند مانديبلر بروسيس وسمينا من الدورسال الاند ماكسيلاري ايه بروسيس الماكسيلاري بروسيس هيبتدي يعمل المنطقه دي يا ترى ايه البونز اللي موجوده هنا يقول لي لور بارت اوف تمبرال زايجوماتيك ففي زايجوماتيك بون وماكسيلا يعني ابر جو معايا ده مين ده؟ ده الماكسيلاري بروسيس وسحب وراه النيرف بتاعه اللي هو الماكسيلاري برانش رايجينا. طب الفنترال بروسيس بقيه الارش والفنترال بروسيس هيتكون فيهم كارتج الاول اسطوانه اسمها ميكنز كارتج. بقيه الارش خلاص الدورسال اند بتاع الارش عامل ماكسيلاري بروسيس الماكسيلاري بروسيس عامل ايه يا جماعه؟ ديفلوب من ايه؟ لبعض اجزاء العظم اوف ذا اللي هي مين؟ لور بار اوف تيمبرال مين كمان؟ زايجوماتيك، مين كمان؟ ماكزيلا، خلاص دي؟ طب بقيه القرش نفسه كله بالمانديبلر بروسيس بتاعه هيتكون جواه اسطوانيه من الكارتج، اسطوانه اسمها ايه؟ ميكلز كارتج، اوكي. الدورسال اند اوف ذا ميكلز كارتج هتتحول لعظمتين في الميدل اير، مين دول؟ ميريس وانكس. والفنترال اند اوف ميكلز كارتج هتتحول لحته من العظمه بتاعت المانديبل وبقيه المانديبل يعمل ميمبرينس اوسيفيكيشن يعني الميزوديرم يتحول لبون عضو. تاني الميكنز كارتلج اللي موجوده في بقيه الفيرست ارش الدورسال اند يعمل ايه؟ ميريس وانكس والفنترال اند هيعمل بارت اوف ذا مانديبل
وحوالين البار ده يعمل ايه؟ ممبرينس اوسيفيكيشن بقيه المندبل. عشان كده موست اوف ذا مندبل از ديفلوبد باي ممبرينس اوسيفيكيشن. سمول بار من المندبل في الريموس بتاعه هيبقى كارتلاجينس. من مين؟ من نيكلز. المره الثانيه احلى. الفيرست ارش يا جماعه دي كام بروسيس؟ ازاي عمل كده؟ يقول لي الدورسال انش نما للامام وعمل ماكسيلري بروسيس. وبقيه الفيرست ارش بالفنترال هيعمل ايه؟ المندبل. طيب الماكسيلري بروسيس ده هيعمل ايه؟ مين فاكر؟ لور بار تمبرال زيجماتيك ماكسيلري. طيب الفيرست ارش نفسه بالمانديبلر بروسيس بتاعه هيتكون جواه كارتج اسمها ايه؟ ميكنز كارتج. الدورسال اند بتاع ميكنز كارتج تحول لعظم. عظمتين من الثلاثه الاوسكلز مين هما؟ ميجاس وينجز. والفنترال اند بتاع ميكنز يتحول لحته من الريموس في المانديبل. وبقيه المانديبل يبقى ممبرينس ايه؟ اوسيفيكيشن. يعني ايه ممبرينس اوسيفيكيشن؟ يعني الميزوديرم يتحول لعظم على طول. مفيش فواصيل في الوسط. مفيش كارتج في الوسط. تمام؟ هو الكارتج عليه هو ده اسمه بريكوندريا، مش موجود عندكم الحته دي في الكتاب بس سهله. الكارتج ده اللي هيختفي ويتحول حواليه غلاف اسمه ايه؟ بريكوندريا. ركزوا معايا في الحته دي. الدورسال اند هيعمل ميلس وانكس والبريوستيوم اللي حواليه. البريكوندريا هيبقى بريوستيوم في الحته دي. والفنترال اند يعمل حته من ريمس وبرده حته من بريوستيوم. طب بقيت البريكوندريا لان الميدل بارت اوف ميكنز كارتج هيختفي. البريكوندريم اللي كان حواليه الجزء اللي اختفى يفضل از ليجمنتس. ايه الليجمنتس اللي عندك؟ يقول لي في عندنا ليجمنت اسمها انتيرو ليجمنت اوف مانيوس، وعندنا ليجمنت جاي من السفينويد بروسيس للينجولا بتاعت الريمس اسمها سفينو مانديبلر ليجمنت. اسمها ايه؟ سفينو مانديبلر ليجمنت. يبقى انا عرفت دلوقتي كمان ان في اتنين ليجمنتس طلعوا من الفيرست اش. ايوه دكتور، مين هم التو ليجمنتس دول؟ انتيرو ليجمنت اوف مانيوس وسفينو مانديبلر ليجمنت. بس انتوا بس اللي هتعرفوا ان دول جايين من البريكوندريا اللي كان حوالين مين؟ الميكنز كارتلج، لان مش كل الميكنز كارتلج بتطلع اتحولت لعظم. ده الدورسال والفنترال اند بس. وبقيتها اختفت، والبريكوندريا اللي كان محوطها فضل از ليجمنتس اسمها ايه؟ انتيريور ليجمنت اوف مانيوس وسفينو مانيبلر ايه؟ ليجمنت. طب الفيرست ارش بيعمل مسلز؟ بيعمل عضلات؟ اه يا دكتور بيعمل عضلات. مين هم؟ اللي هم سبلايد باي مانديبلر نيرف. مش ماكسيلري؟ لا الماكسيلري ما فيهوش موتور. طب مين هم المسلز بقى اللي سبلايد باي مانديبلر نيرف؟ انا بعتذر طبعا على السؤال ده لان هو بيجي بيقلب علينا المواجع وبعضنا مش هيفتكر، لكن انا بنبسط نقول ان اللي بيعمل في الكاش بيبتسم ابتسامه سعيده جدا. مانديبلر نيرف هو احنا فاكرين ده كان فين؟ المانديبلر نيرف كان بيدي اربع عضلات شهيره. ماستيكيشن مسلز وايه كمان؟ مايلو هيويد والانتيرو بيلي اوف دايجست. طب كان في عضلتين اختين صغيرين اسمهم تنسو؟ كل ده تجربه من الفيرست ايه؟ ارش. محتاجين نقول تاني؟ نخش على السكند؟ مش عارفين. احنا نفكر في المنديل ده. يا جماعه الارش سهل قوي، انا دلوقتي بتكلم على الميزوديرم، خلينا الاسئله في الاخر عشان الوقت. انا بتكلم على الميزوديرم اللي في قلب كل ارش، السكند ده. اتحول لايه؟ يقول لي الفيرست ارش عمل ماكسيلري بروسيس وكمل از مانديبلر من تحت. المانزيلري بروسيس انتوا حافظينه. قلتوا عمل ثلاث عضمات. بقيه الارش والمانديبلر بروسيس بتاعه اتكون جواه في قلبه كارتج اسمها ميكنز، حواليها غلاف اسمه بري كورنيا. الدورسال اند اوف ذيس كارتج الميكنز هيتحول لعضمتين اسمهم ميليوس وينجز. والفنترال بارت هيعمل حته من ريموس اوف ماندبل وبقيه الماندبل من برينا سوسيفيكيشن. طب الميدل بارت اوف ذيس كارتج اللي اختفى مش هيعمل حاجه، البريكوندريا اللي كان حواليه بيرزست از ايه؟ تو ليجمنتس اللي هما انتيريور ليجمنت اوف ميليوس وسفينو مانديبلر ليجمنت. تمام؟ طب مين المسلز اللي ديفلوب من الفيرست ارش؟ هي المسلز سبلايد باي مانديبلر ليجمنت. برجعوها ورجعوها تاني. نيجي للسكند ارش. السكند ارش يا جماعه تحت المانديبل، طبعا انتوا عارفين العظمه تحت المانديبل اسمها هايويد مش كده؟ طيب السكند ارش الميزوديرم بتاعه هيعمل برضه غضروف اسمه راي شيرتس. رايشرتس كارتلج دون الدورسال اند بتاعه هيعمل عضمتين برضه. بس يا دكتور اللي فاضل من الاوسكلز واحده. فيعمل ستينجز ويعمل عضمه اسمها ستايلويد بروسيس. والفنترال اند بتاعه هيعمل الابر هاف اوف ذا بودي اوف هايويد وحاجه اسمها الليسر هورن. فاكرين هايويد بول؟ كان ليها ليسر هورن وجريتر هورن. بودي في الوسط يعني زي حرف اليو كده. بودي في الوسط وجريتر هورن مين؟
اليمين والشمال والعين ورا وبين البودي وبين الجلد فورم في سنه فوق كده اسمها ايه؟ لسه فورم. السكند ارش يعمل ايه للهايلايت؟ بصوا كده لون البلو الفاتح هيعمل ايه؟ ابر هارت وظهر ولسه فورم. طب مين شاطر يقول اللي جاي من دي؟ اسمها ستايل هايلايت طبعا لانها جايه من ستايلات بوسيس للهايلايت. جايه منين؟ بيريكوندريال اراوند رايت شيرتس كارتلج نفس الفرصه احنا بنفهم فنطلع. يبقى عندنا ستايلو هايويد ليجمنت دي جايه من البريكوندريا اللي كان حوالين الراي شيرتس اللي اختفى ما عدا الدورسال والفنترال اند. الدورسال اند عمل ستيبس وستايلايد والفنترال اند عمل ايه؟ الابر هاف اوف ذا بودي والليسر هاف. طب مين المسلز ديفلوبد من السكند ارش؟ سبلاي يبقى في شناف مسلز اوف فيس مسلز اوف ذا سكان بوستيرو بيني اور دايجستريك ستايلو هايويد عضله صغيره جوه البيدي ايه اسمها؟ ستابيديس. برافو. نيجي للسيرد ارش. السيرد ارش الميزوديرم بتاعه هيكمل الهايلايت. هيكمل الهايلايت وايه اللي خد من الهايلايت؟ لومر هاف اوف ذا بودي وكل الجريتر ايه؟ هون. معايا؟ مش هيعمل ليجنز. مش هيعمل ليجنز. كله فضل از بقيه الهايلايت، حول العض وعمل بقيه الهايلايت. طب مين المصري الوحيده اللي طالعه من السيرد ارش؟ اسمها ايه؟ قصة شهيرة من الجلوسو فارنجيال نيرف وعضلة اسمها ستايلو فارنجيس. ستايلو فارنجيس دي العضلة الوحيدة بتاعت السيرد ارش. كل ما انزل كل ما الموضوع يبقى اسهل، اصعب واحد في الفيرست وحفظناه كويس. تمام؟ الارش اللي جاي الرابع بعد التالت الرابع. يا ترى الرابع هيعمل ايه؟ بصوا الرابع الغضروف بتاعه هيعمل ثايرويد كارتلج. الثايرويد كارتلج تبع اللاجز مش كده؟ دي واحدة من الغضروف بتاعه. هيعمل الثايرويد كارتلج. ويعمل عضله واحده. لو عرفت ان الفرس ارش ما حدش يسرح. انتوا نسيتوا انا بكتشف السرحانين. في حد سرح ابتسم دلوقتي. او ابتسم عشان مش عايز احدد قوي عشان ما حدش يعرف. المهم الثايرويد كارتلج النيرف سبلاي بتاع الفرس ارش هتفك ان الفيجاس بس بلاش ان الفيجاس مهم. اكسيرنال انرجي. لما اقول لك في عضله واحده تكون من الفرس ارش تبقى مين؟ ها؟ كريكو؟ الشطار. يجي الفيرس ارش وهو افضل ارش انا بحبه وانتوا هتحبوه لانه بيختفي ويريحنا. يا ريت الستة كانت بتاخد. الفيرس ارش تسبين ونيجي للسكس ارش يكمل شغل الفورس ارش. ما كانش ينفع لو في عزوف في وسط سكس ارش عايز يمسك معاه الرابع الخامس ما تخافوش انا بره انا بره اللعبه اشتغلوا. فالسكس ارش كمل شغل الرابع. تفتكروا السكس ارش يعمل ايه من الغضاريف اللي فاضله؟ يقول لي ريست اوف لارنجيال كارتجز الباقي وريست اوف لارنجيال ماسلز ما عدا مين؟ كريكوسايرو. اصل النيرف سبلاي بتاع السادس ريكارنت لارنجيال. انا اتكلمت على ايه؟ على الميزوديرم اللي في القلب. الميزوديرم بتاع كل ارش يا جماعه. اوكي؟ بصوا كده معايا في دقيقه واحده السته ما تقولوش حاجه، ما حدش يقول حاجه. اول ارش بظروف وجوده في اللور بارت اوف ذا هيد الفنترال اند والدورسال اند ناموا لقدام فورورد جروس وعملوا اثنين بروسيسز ماكسيلري جاي من الدورسال اند ومانديبلر جاي من الفنترال. الماكسيلري بروسيس هيعمل ثلاث عضمات اللي هم لور بارت اوف تمبرال زي روماتيك ماكسيلري. بقيه الارش اللي هو الفيرست مع المانديبلر بروسيس بتاعه هيتكون فيه غضروف اسمها ميكلز كارتج. الدورسال اند بتاعها هيعمل عضلتين بالاوسكنز اللي هم الميليس والانجس. لكن الفنترال اند هيعمل حته من ريماس باندول. طب بقيه الباندول هيعمل ميمبرينا سبيسيفيكيشن. طب الميدل بارت اوف ذيس كارتج اللي اختفى البريكوندريم اللي حواليها هيعمل ايه؟ تو ليجمنتس. مين هما؟ انتيريور ليجمنت اوف ميجاس وسفينو ايه؟ مانديبلر ليجمنت. طب المسلز اللي طلع من الفيرست ارش هي المسلز سبلاي باي مانديبلر نيرف. ارجع للمانديبلر نيرف. السكند ارش هيعمل ايه؟ هيعمل غضروف برضه اسمها رايشرت من غير بروسيسز؟ لا مش بروسيسز. مفروض ارش ملوش اي بروسيس زي الفيرست. السكند ارش هيعمل رايشرتس كارتلج اللي الدورسال اند بتاعها هيعمل ستيبس وستايلويد بروسيس والفنترال اند يتحول الى الابر هاف ذا بودي اوف هايويد وليس الابر. لكن البريكوندريم اللي حواليا هيفضل از ستايل هايويد ليجمنت. طب مين المسلز اللي تحت السكند ارش؟ سبلايد باي فيشن. السيرد ارش هيكمل الهايويد لور هاف ذا بودي وجريتر هور ويعمل عضله واحده لانه سبلايد باي جلوس فرنجيال نيرف يبقى العضله الواحده هي ستايلو فرنجيال مصر. الفورس ارش والسكس ارش هيشتغلوا على اللاركس بعضلاتهم بغضاريفهم. فالسكس ارش هيعمل الثايرويد كارتلج وعضله واحده اسمها كريكو ثايرويد والسادس يكمل بقيه الغضاريف بقيه العضلات.
النيرف سبلاي بتاع الرابع هو الاكسترنال انرجيا والثالث هو ريكارنت والاثنين جايين منين؟ من الكليفس. ايه بقى الكليفس؟ من بره يا دكتور لقينا ان في جروفز اربعه كان المفروض نلاقي خمسه بس يظهر ان في قرش من دول بيختفي اسرع من بره عن جوه. مين؟ بيبتدي اختفائه من بره لجوه. مين؟ الخامس. فبدري قوي الخامس مش باين. طب ما يعملليش يعمل جروب واحد ما بين الرابع والسادس على طول. فعشان كده هو اربعه كليتس لكن من جوه ابطا شويه بيبقى فيه خمسه باوتشز. سمعنا الرقمين دول في الاول خالص. اربعه كليتس وخمسه ايه؟ باوتشز. يقول لي الكليتس دول كده بالمنظر ده. كل كليفت فيهم ليه فنترال اند ودورسال اند. ركزوا معايا. ركزوا معايا. اول كليفت فيهم فيرست كليفت دورسال اند وفيرست كليفت هيعمل حاجه اسمها اكسترنال اوديتورميتاس والاوتر لاير اوف اير درام. الاير درام ده عباره عن ثلاث طبقات. سكين من بره، ميوكس ميمبرين من جوه، وفايبرس تيشو في معظم اجزائه من في الوسط. لو شاطرين تقولوا لي يبقى السكين اللي من بره اتكون من الاكتو ده هو الميزوديرم والاندوديرم اللي جوه عمل لي الميوكس ميمبرين. طب اللي في الوسط ده ايه؟ ميزوديرم اللي عمل الفايبرس لير. اوكي؟ مش عليكم مش موجوده في الكتاب. الاوريكل دي اتكونت ازاي؟ يقول لي التيوبريكلز طلعت من فوق وتحت الفيرست كليفت. والتيوبريكلز دي لزقت في بعض. كان في حد بيشكل وبيصمم الاوريكل ديت. التيوبريكلز دي تلزق بالشكل ده. وهتلاقي مش كل اوريكل اللي شكل، لا هتلاقينا متشابهين جدا. فواضح ان في نظام مش ريجولر مش عشوائيه. تيوبريكلز تطلع كده تماما 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 فوق وتحت الاكسترنال اوتوميتاس اللي هي دي. يحموا مع بعض ويعملوا ايه؟ الاوريك. يبقى الاوريك دي جت منين؟ من تيوبريكلز اباف اند بيلو ذا دورسال اند اوف فيرست كليفت. طب السكند والثيرد والفورست كليفت عايزينهم؟ عايزينهم في حاجه؟ مش محتاجينهم وفي نفس الوقت لو فضلوا هيبقى الديك شكلها وحش. طب ربنا خلق لنا نظام حلو قوي. ايه اللي حصل؟ تعالوا نبص على الصوره على طول. هنا ده من بره ده سيكشن برضه في الفارنكس. ده من فيرست كليفت اهو اللي هيعمل ايه يا جماعه؟ اكسترنال اوتوميتاس والاوتر لير اوف اير درام. والتيوبريكل فوق وتحت يعملوا الاوريك. سكند ارش هيعمل اكسترنال جروس. اكسترنال اند داونلود. اكسترنال اند داونلود. ستار. سكند ارش والبرو اكسترنالي اند داونلود. شايفين لسه؟ وينزل كستار عشان يخبي الكليفس اللي مش عايزها. يخبي الكليفس اللي مش عايزها. بصوا على ايه؟ اهي ادي ستار تحت ودني. السكند ارش تحت ودني. لان الودن دي بين الفيرست والسكند في اول كليفت. فالسكند ارش بينمل تحت وينزل يخبي الكليفس ويلحم من ورا. ويبقى في ايه؟ اسمه سيرفايكال ساينس. يبقى يلحم من قدام ويبقى في كافيتي لسه في القلب ما قفلتش. اسمها سيرفايكال سيست. وبعدين وبعدين تقفل السيست كمان. خلي بالكوا عشان ممكن عيان يجي لي بسيست قدام الاسترنو ماستويد اقول له دي سيرفايكال سيست ما قفلتش. تاني الكليفس ايه مصيرها؟ سهله جدا. اول كليفت يعمل اكسترنال اوتريميتاس والاير درام. ما يعملش الاوركل؟ لا ما يعملش الاوركل. ده انتوا برضو اللي تعرفوا الكلام ده بس. يبقى مين اللي عمل لي الاوركل؟ الفيرست ارش والسكند ارش من فوق وتحت الفيرست كليفت حصل فيهم تيوبريكلز فيوزد عملوا الاوركل. مش الكليفت؟ لا مش الكليفت. الكليفت هو الكافيتي اللي في وسط الاوركل. طب السكند والثيرد والفورس كليفت حصل لهم ايه؟ اتغطوا. طب مين اللي غطيهم؟ اول ارش تحت الاكسترنال انترميتس كان السكند. هيعمل ايه؟ اوتر زين داونورد جروس تو كفر ذا ريست اوف ذا كليفس. يبتدي يلحم مع الرقبه من ورا الاول وبعدين من تحت في حاجه اسمها ايبيكارديال ريتش. حته عاليه كده في البريكارديال بلش اسمها ايبيكارديال ريتش يلحم فيها ويفضل فاتح من قدام. هذا الجيب من قدام في مرحله مؤقته اسمه سيرفايكال ساينس. وبعدين يروح لحم لي كمان من قدام. بقى سيست. بقى كيس جوه. وبعدين يلحم كله تختفي السيست. ده نورمال لكن لو فضلت يبقى نورمال. نيجي بقى لاخر حاجه عندنا هقولها دلوقتي واعيدها في اول المحاضره اللي جايه ان شاء الله. الباوتشز. عندنا كام باوتش يا دكاتره؟ عندنا كام كليفت؟ عندنا خمسه باوتشز. طب الباوتشز لايند هو نوع من الخلايا اسمها ايه؟ اندوديرم. والاندوديرم طول عمره هيعمل ميوكس ممبرين او اكسترا ديريفيتيف زي ما نشوف لك. اوكي؟ طيب ادي باوتشز من جوه اللي هو ده وده وده. كل باوتش من دول ليه فنترال اند
وريدورسال اند. الفنترال اند رايح للفلور اوف فارينكس. انت فاكرين لما قلت ان الفارينكس كده عامل كده وان ليه فلور؟ فكل باوتش ليه فنترال اند وليه دورسال اند. معايا؟ فنترال ودورسال. الجدول ده مش موجود عندكم في الكتاب. ان شاء الله ربنا يسهل بدون مقاطعه زي ما منسيتش النهارده بالليل او بكتير بكره انزل لكم على الميديا فاير المحاضره دي عشان تعرفوا حكايه ان الباوتشز، لان هنا مكتوب في الكتاب سيمبلي الفيرست باوتش بيعمل ايه وايه والسكند بيعمل ايه وايه. لا احنا عايزين بس ناخد تفصيله صغيره ان الفيرست باوتش ليه فنترال اند وليه دورسال اند كلهم. الدورسال اند اوف فيرست باوتش بيعمل كافيتي. طب الكافيتي بتاعت الفيرست باوتش تقول لي اوبوزيت الكافيتي بتاعت الفيرست كليفت. طب اذا كان الفيرست كليفت بيعمل اكسترنال اوتريميتاس واوتر لاير اوف اير درام يبقى الفيرست باوتش يعمل ايه؟ ميدل اير، ميدل اير والانر لاير اوف اير درام والتوصيله دي. عارفين التوصيله دي اللي بين الميدل اير والفارنكس؟ مش عارفين احنا ده فارنكس وستيكن تو اسمها اوديتوري او ستيكن ايه وستيكن تو. ويسموا هذا الباوتش قبل ما يعمل الميدل اير والاوستيكال تيوب يسموه تيوبو تيمبانيك ريسس. يبقى الدورسال اند اوف فيرست باوتش عمل حاجه اسمها تيوبو تيمبانيك ريسس. هتبقى ايه؟ هتبقى ايه تيوبو تيمبانيك ريسس؟ ميدل اير واوستيكال تيوب وما تنساش الانر لاير اوف اير درام وكل ده ميوكس لانه جاي من الدم. كل ده ميوكس ايه؟ ميمبري. الدورسال اند يا دكتور يعني السكشن ده في الجزء الخلفي من الباوتش. طب الفنترال اند ما بيعملش حاجه؟ يقول لي الفنترال اند اوكيوبايد باي ايه؟ فاكرين قلت في اول المحاضره مين اللي هيتكون هنا؟ ميوكس ميمبرين بتاع مين؟ بتاع الطنج. مش مكتوب هنا دلوقتي في الكتاب مع الباوتشز؟ لا مش مكتوب، هيجي مع موضوع اسمه طنج، في موضوع اسمه طنج هنكونه في هذا المكان. عشان كده ما قالش الفنترال اند بتاعه. يبقى الدورسال اند بتاع الفيرست باوتش هيعمل حاجه اسمها تيوبو تمبانيك ريسس اللي هتبقى الميدل اير والاوستيكال تيوب والانر لير بتاع الاير ايه؟ رام. طيب هنكمل يوم الخميس الصبح الباوتشز، اوكي؟ حاولوا نذاكر اول باول، هنزل لكم محاضره بكره ان شاء الله بالكتير. وقبل ما انزلها هقول لكم بوست كده على الفيس ان المحاضره جاهزه. لا الكتاب حلو. ده حلو معلش وقت معلش. انا دلوقتي بعمل الكتاب الجديد، الكتاب اللي معاكم ده هيتغير تماما. فانا بعمل كتاب جديد فمشغول قوي معاه، هو ده اللي مخليني لما تطلبوا دعم انا خايف شويه الوقت بس.